خمسة أيضا أخت تسأل وتقول: طب أنا أخويا قال لي أنا أوافق على الزواج، وتزوجت وأخوها يبدو أنه لم يكن موجودا لكنه وافق على الزواج، فما حكم هذا العقد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على كلام الإمام أبي حنيفة، لأنه في حديث أم المؤمنين عائشة الذي ذكرناه بالأمس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فقال الحنفية هنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الإذن ولم يشترط أن يقوم مباشر. الولي بالمباشرة، لكن هذا مرجوح، وقلنا لابد من أن يتولى الولي أو من يوكله الولي العقد. العقد تم.